عبد موتة ولا قلب الأسد ولا النجم الجميل محمد رمضان؟ محمد رمضان، أهلا بيكي وأهلا بأخبار اليوم. جريدة مهمة جدا وموقع أنا بحبه أوي. حضرتك منور مسرح الدولة، وكنا عايزين نعرف دورك ايه في مسرحية رئيس جمهورية نفسي. رئيس جمهورية نفسي مأخوذة عن رواية الدخان لميخائيل رومان، وبعمل شخصية حمدي بطل الرواية. ده شاب خريج كلية آداب قسم فلسفة، وشاب مثقف جدا، وقضى فترة التعليم على أكمل وجه، وبعد ما خلص الجامعة اصطدم بالواقع، فاكتشف إن في حاجة غلط. يعني اكتشف يا إما الواقع اللي غلط، يا إما كان إن القراءة الثقافة والعلام كدبة. فقرر، وهو مؤمن جدا بذاته ومؤمن بفلسفته في الحياة، فرفض الواقع المرير ده، الواقع اللي بتتحكم فيه فئة الجهلة اللي هم الرأسماليين الجهلة، مش الرأسماليين اللي بفهم وثقافة وعايزين يطوروا البلد وكده. فبيصنع عالم افتراضي خاص بيه هو، اللي هو عالم المخدرات. فبيروح في هذا العالم، و لانه هو حاسس انه مهمش في الواقع. فلما بيشرب المخدرات هو بيحس من جواه ان هو رئيس جمهورية نفسه. وليه فضلت المسرح في الوقت ده؟ المسرح بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، وبدايتي كانت من خلال المسرح. وانا يعني بقول ان المسرح هو صلة الرحم الفنية، هو ابو الفنون وصاحب فضل على كبير. بدايتي من خلال المسرح، الناس في السينما وفي الفيديو اكتشفوني من خلال المسرح. فأقل واجب يعني أنا ربنا كرمني في السينما أن أنا أرجع أرد الجميل للمسرح. سمعنا أنك اتبرعت بنص أجرك للمسرح أن هو يتجدد، مش معنى المسرح ده بالتحديد اللي أنت حبيت تشتغل عليه وحبيت أن هو يتطور؟ يعني المسرح ده أنا بدايتي كانت من خلاله، تم اكتشافي من خلال مسرحية قاعدين لإنتاج المسرح الحديث، تم عرضها على مسرح السلام، وما عملت فيه يعني بدايتي من خلال المسرح ده. فده اقل واجب يعني ان انا اتبرع. وبقول لكل نجوم مصر ان مهم ان انتوا توقفوا جنب مسرح بلدكم، لان ده الدوله اللي بتصرف عليه، وما فيش عائد بيدخل للدوله خالص. يعني ما فيش ولا روايه اتعملت غطت ميزانيتها. فانا بتمنى من ربنا ان دي تبقى اول روايه نكسب فيها الدولة ونكسب فيها البيت الفني للمسرح. فثقة في الله إن شاء الله الرواية دي هتغطي تكلفتها بكتير إن شاء الله. طيب، أزمة النصوص في المسرح اللي المسرح بيعاني منها من فترة طويلة، مفيش نص جيد، إزاي قدرت إن أنت تحل المعادلة الصعبة ديت؟ المعادلة الصعبة إن إحنا بقى لجأنا للناس العظماء بتوع زمان. يعني إيه اللي خلينا نلجأ لميخائيل رومان وصلاح عبد الصبور او الناس اللي هم عباس العقاد بقى والناس بتوع زمان؟ دول مش هيتعوضوا. احنا دلوقتي بقينا نكسل نبتكر، فبقى الاسهل ان انا ممكن اشوف فيلم كوري محدش بيشوفه في مصر واكتب رواية من خلاله. ففي الاخر بتشوف الفيلم تحس انه مش شبهنا. فنجيب محفوظ قال لك العالمية أن تنغمس في المحل. نجيب محفوظ وصل لنوبل بالشارع المصري. يعني ميخائيل رومان اللي عجبنا في الدخان أنها بتتكلم عن مصر وعن الشاب المصري المتعلم اللي من الطبقة المتوسطة، فطلع في مناخ معتدل. يعني المناخ الأسري بتاعه معتدل، مفيش ما العلاقة بين الأب والأم علاقة جميلة جدا، فما عندوش عقد نفسية. يعني اعتقد ان ميخائيل رومان بيتكلم عن بداية انهيار الطبقة المتوسطة. نجوم مسرح اللي انت بتحبهم مسرح الدولة او كنت بتحب ان انت تتفرج عليهم دايما؟ لا، الحمد لله عندنا ممثلين مسرح غيلان ما شاء الله. يعني عندنا في الرواية كل الممثلين عاملين ادوارهم على اكمل وجه، وممثل مسرح هو انا في رأيي هو ده الممثل الحقيقي. لان السينما انا ممكن اجيب واحد ما بيعرفش يمثل واقعد اعيد 5000 مرة لحد ما اعمل شوت انا كمخرج شايفه يعدي واقدر اخدع الناس فيه. ولكن المسرح مفيش خدعة، انت قدامك الممثل، انت بتعرفي بقى تحكمي على حركته، مشيته شبه الشخصية ولا فيك.
نقلات وخط الاتصال، يعني بينقل من مشهد للي بعده، بينقل صح ولا بينقل غلط، مشهد تراجيدي غير مشهد رومانسي غير مشهد كوميدي غير كذا غير كذا. طيب السينما وشخصية عبده موتة ارتبطت مع ناس وتعلقوا بيها وبدأوا ان هم يحاكوها بشكل مش طبيعي، ازاي هتقدر ان انت تخرج من عباية عبده موتة او ان انت تقدم شخصية تانية؟ يعني ما دخلتش العباية عشان اخرج منها، لان لو جمعت عدد الافلام اللي انا عملتها هتلاقي ان النوعية اللي انا اتكلمت فيها عن هذه الفئة هم فيلمين، عبده موتة والالماني بس. لا، قلب الاسد ده ولد من نزلة السمان، منطقة سياحية، سيكولوجية الشاب اللي بينشأ في هذه المنطقة مختلفة عن العشوائيات، يعني بيبقى ولد متحضر اكتر لانه حياته كلها بيتعامل مع خواجات وبيبيع ويشتري، فاحنا ده اللي شايفينه في فيلم. سيبك من اللي خدوا من الظاهر اللي انا بسميهم حزب الكيبورد، الناس اللي هم شغله الشاغل انه ممكن يسيء لسمعة حد او يسيء لسمعة عمل هو ما شافوش، فدول انا بقول لهم ان انتوا والله مش يعني، لان رقم واحد كلامهم لا بيأثر في نجاح ولا بيأثر في إرادة ربنا، ولكن بيأثر عليهم هم. يعني اعتقد ان الوقت ده لو هم شغلوا بالهم بانهم يجتهدوا ويشتغلوا هينجحوا، يسيبوا الكيبورد شوية وينزلوا يدوروا على شغل ويشوفوا حاجة مفيدة يعملوها. طيب اللي فين النجم محمد رمضان من أدوار الرومانسية وطلاب الجامعة؟ ما الرومانسية موجودة في كل الأدوار، كل الشخصيات بتحب، يعني أدم بني أدم لازم أي إنسان في الدنيا. عبده موتة ما كان بيحب في الفيلم، ولكن كل واحد بيحب بطريقته، يعني شخصية حمدي ده هتلاقيه بيحب بطريقته وبطريقة الشاب المثقف الجامعي، فمش هتجيبي طريقة حب واحد مسجل زي واحد مثقف زي مهندس زي دكتور زي كذا، إنما الرومانسية شيء أساسي. ولكن يعني في حاجات تانية مكملة، إنما مش هعمل فيلم الخط الرئيسي بتاعه رومانسي، إنما أي فيلم لازم يبقى فيه رومانسية، ولكن في قضية مهمة احنا بنتكلم عنها بيتخللها بقى رومانسية وكوميديا وكذا وكذا، لأن دي موجودة في حياة كل واحد، حياتنا اليومية فيها في موقف لازم كل يوم هيعدي في حياتك هتشوفي موقف يضحكك وموقف يخليك تفكري وموقف يخليك تحسي وموقف. طيب في حملة كانت طلعت على النت ان هو نقاطع الافلام بتاعت السبكي، اولا انت بتتعامل مع السبكي دائما بشكل دائم، ففي نية ان انت تبدا يعني تغير شوية، ولا بعد الحملة ديت هتأثر معاك ولا انت مش؟ لا لا لا، ولا تأثر خالص الحملة ولا تأثر، لان الحملة دي بتعمل من زمان، بتعمل من ايام فيلم الليمبي والراجل ما شاء الله مكمل وناجح. وانا ما عمري في حياتي ما اتأثر بكلام حد، لان دي صفة مش كويسة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تعامل بحسن النية حتى يثبت لك عكسها. انا بتعامل مع الراجل ده معاملته معانا كويسة جدا، فيلم قلب الاسد صرف عليه بشكل كويس، فيلم فيه حاجات كتير فنية الناس خدت بالظاهر، بس يعني خدوا من خلال تريلر دعائي. ما هو احنا نعمل اعلان الفيلم ايه؟ ما هو لازم اعلان الفيلم ده يبقى فيه حاجات تدخل الناس وتدخل شريحة معينة، فلازم هتقدم لهم في التريلر حاجة معينة عشان الناس دي تدخل. فما نحكمش على عمل مدته ساعتين من خلال اعلان مدته دقيقة ولا دقيقتين، ده ظلم يعني. يعني ما ينفعش تحكمي على المسرحية مثلا من المشهد اللي انت شفتيه ده، فهماني؟ لان لا، في احداث، في مشاهد، وفي حاجات انت ممكن ما تبقاش فاهمها فيما بعد هتفهميها، فهماني؟ وهكذا. تجربة الغناء، ماذا عن ان هي على طول مصاحبك في الاغاني، تجربة الغناء معاك ايه؟ هو مش غناء يعني، هو تأدية يعني، انا بغني بستايل الشخصية اللي انا بعملها، فبأدي الاغنية من خلال الشخصية، انما ده مش غنى يعني. عبده موتى بالطريقه اللي كان عبده موتى بيتكلم، هو قال ركبوني مرجحتي عايز اركبها، والكلام شبه الحاله يعني، ده اخره الصحوبيه انا اتعمل لي قضيه، ده فمسجل اللي بيغني مش مطرب يعني. طيب ايه الشخصيه الجديده اللي هتقدمها لنا في السينما؟ والله انا السينما حتى الان ما اخترتش ورق، يعني زي ما بقول لك احنا عندنا ازمه جامده جدا في السيناريو،
وده ذكاء من مخرج الرواية بتاعتنا سماح بسيوني، ان هو زي ما بقولك انه رجع اختار حاجة كتبها راجل اسمه ميخائيل رومان، ما فكرش يتعب زي يعني، لانه يتعب على الفاضي زي ما انا بتعب على الفاضي، بقعد ادور على السيناريوهات واقرا ورق طولي وما بلاقيش ورق. فانا نفسي يبقى عندنا يعني، انا شايف الجيل بتاع الستينات والسبعينات ده والخمسينات ده جيل محظوظ جدا، كان فيه مؤلفين وفيه روايات وفيه روائيين وناس ملحنين وكل في كل حاجة. حاجة. فاحنا جيل يعني، وفي ناس عندنا قوية جدا، ولكن الموضوع اصبح شلالية يعني، اصبح فلان بيشتغل مع فلان وفلان، ما بقاش فيه العمل الناجح بيفرض نفسه. طيب السباق الرمضاني، أين النجم محمد رمضان من سباق رمضان والدراما؟ انا محمد رمضان يعني، شهر رمضان انا محمد رمضان ده الشهر بتاعي ثقة في الله، ان شاء الله المسلسل يعجب الناس، وانا داخل الموضوع بتحدي يعني جامد جدا، وعايز اقول حاجة من خلال العمل. مسلسل اسمه ابن حلال، ومنظومة ان شاء الله منظومة متكاملة، وربنا بس يكتب لنا النجاح، ناقصنا توفيق ربنا بس. اخرج مين؟ اخراج ابراهيم فخر، تأليف حسن دهشان، انتاج صادق الصباح، وحتى الان لم يتم الاستقرار على باقي فريق العمل. عايزه شويه اسالك على، لو فكروا ان هم يجسدوا قصه حياه الفنان النجم الراحل احمد زكي، توافق ان انت تجسد شخصيته خاصه استغلالا للشبه والصوت اللي بينكم؟ يعني ده يشرفني طبعا، شرف كبير ليا، ولكن استاذ احمد زكي حياته معروفه للناس يعني، الناس، فدوري كممثل ان انا القي الضوء على ما لم يراه الجمهور يعني، القي الضوء عن شخصيات في الشارع المصري، عسكري المرور مثلا، الموظف الكذا، شخصيات الناس ما تعرفش عنها حاجه، فده دوري كممثل. انما فكره السير الذاتيه، اعمل سيره ذاتيه في حاله ان انا اكون قدمت كل النماذج المجتمع، فمتبقي زي ما الاستاذ احمد زكي عمل يعني، عمل كل الشخصيات وخلص الشخصيات، فعمل السادات وجمال عبد الناصر، وده ذكاء كبير منه يعني، وموهبه عبقريه. وعايز اقول ان استاذ احمد زكي بصمه لن تتكرر، لان الممثل بصمه يعني، كل ممثل كل بصمه مختلفه عن التاني. المسحوره، اخر عمل اذاعي عملته كان بالتعاون مع القوات المسلحه، ده بيحمل حب وتقدير للقوات المسلحه؟ طبعا ده واجب وطني يعني، وكنت عامل شخصية سيادة اللي هو محمد البرعي، ده راجل ما حدش اتكلم عنه، ما يعني انا كنت اول مرة اسمع القصة من خلال ما كنت بعمل المسلسل الاذاعي ده، ان ده الراجل اللي غامر بنفسه، سلاح المهندسين، اكتشف ان الطريق اللي مودي ناحية خط بارليف المكان ده ملغم، والمهندسين ما كانوا شالوا اللغم، فهو عمل صف وغامر، والفرق بينه وبين الناس قال لهم هتمشوا على خطى رجلي، فراجل غامر بحياته عشان يعدي سلاح المهندسين كله، يعرفوا يهدوا الخط بارليف يعني. شويه بقى عايز اعرف موقفك السياسي دلوقتي، وشايف البلد موقفها ايه، وشايف لجنه الخمسين ادائها ايه، والدستور اللي احنا خلاص هنستفتي عليه. والله انا يعني بس عايز اقول حاجه، معلومه لكل الفنانين، نصيحه مني لكل فنانين مصر، ان الفنان لا ينتمي الحزب، وده مش شغلي كممثل، انا راجل بمثل بس يعني، انا راجل نازل بيقولوا في قلق في ميدان التحرير، انا راجل رايح اشوف شغلي، ونازل بعمل بروفة في شارع القصر العيني وميدان التحرير، الغاز ممكن يكون واصل لنا هنا، ولكن نفسي كل واحد يشتغل، ونسيب بتوع السياسة في السياسة، ونسيب يعني كل واحد يرد من خلال شغله فقط. فمعلش انا ما اعرفش حاجة، اقسم بالله في السياسة مش سكتك. لا مش سكت طبعا، بتابع لانها بلدي وتهمني، ولكن ما يعني بالظبط ما بتهداش بالظبط. طيب سؤال كروي بقى، بتشجع كوره؟ بشجع المنتخب. والانديه؟ لا المنتخب بس. طب بره مصر؟ بره مصر بحب ريال مدريد. بس حضرتك شرفتنا ونورتنا في بوابه اخبار اليوم، ومنور مسرح الدولة مرة تانية، وفي انتظار نشوف عودة الجماهير، عشان احنا متوقعين طبعا ان العرض ان شاء الله هيكسر الدنيا، نجم كبير زي حضرتك، ممثل عبقري كمان، حضرتك بتقلد بشكل كمان رائع، حتى اداك في الغنى حضرتك بتفكرني
طبعا بعيد عن حضرتك راجل بسعاد حسني، بتغني تعرف تغني، بتمثل تعرف تمثل، بتعمل كل حاجه. نتمنى لك كل التوفيق يا رب، ومن نجاح الاكبر نجاح ممكن تتخيله في الدنيا. ربنا يخليكم ونورتونا، وان شاء الله نستناكم في العرض. وبقول للجمهور ثقه في الله، انتوا اللي هترجعوا المسرح تاني مش احنا. الجمهور هو اللي ينور المسرح، احنا عايشين لخدمتكم ولسعادتكم. وان شاء الله انتظروا عودة المسرح المصري يوم 1/1/2014.